إنجازات عديدة عم تتحقق بالكونسيرفاتوار الوطني اللبناني خلال الفترة الأخيرة، والسبب بيعود للمجهود الكبير اللي عم يوضعه الطاقم التعليمي والإداري بالمعهد، وعلى رأس رئيسة المعهد الفنانة هبة القواس. هبة القواس مرحب. يا هلا. مبسوطين كتير بالحركة الحلوة اللي عم تصير بالمعهد الوطني العالي للموسيقى بلبنان، وبنعرف قد ايه دورك كبير بالتقدم والتحسن اللي عم بيصير. خبريني شوي عن هالنهضة الحلوة اللي عم بتصير بالمعهد. نحن بالنسبة لنا الموسيقى هي أساس نهضة لبنان، لأنه هي اللي قادرة تحافظ على هوية اللبناني وثقافته العميقة. نحن يمكن بزمن خايفين على هذه الهوية تضعضع بزمن الانهيارات، مشان هيك ورشة العمل اللي بلشناها من سنة كان هدفها إنه ترجع تاخد هالمعهد الوطني من انهياره وتحطه على مكانته الحقيقية. القواس خلال اللقاء حدثتنا عن الإنجازات اللي تحققت خلال العام الأخير بالكونسيرفاتوار، وخاصة على صعيد الهيئة التعليمية فيه. نحن عم نطلع خلال هذا العام عملنا إنجازات كتير، إن كان باتفاقية دولية ولا عربية ولا حفلات قدمناها لتفرجي صورة لبنان الحقيقي واللبناني الحقيقي. وبنفس الوقت كنا عم نشتغل يلي بعمر الكونسيرفاتوار بقيه مكمل، وكان على راس هذا الشيء الهم هم الهيئة التعليمية، هيئة الأساتذة والأوركسترات والموظفين، وقدرنا ننجح بأنه نغير لهم كل سلسلة الرتب والرواتب لهم، وهيدا تحقق وصار موجود عندهم بالنسبة للأساتذة. ومشان هيك صرنا بنشوف إذا بنجي على الكونسيرفاتوار نرجع التعليم الحضوري لأول مرة من 1 حزيران. هذا كان لأول مرة منذ جائحة كورونا اللي كانوا عم بيعلموا من بعد، ولكن لن نكتفي بهذا الشيء. هلأ ورشة إعادة الأوركسترات لأعدادها الكبيرة وحجمها الكبير، بما أنه السنة نحن كنا ما توقفنا على العمل الرغم يعني أنه كنتوا تشوفون على التلفزيون الكبار، بس نحن بنقارن بالأعداد الأكبر رغم أنه صغرنا بالعدد، لكن قدرنا نقدم الريبرتوارات اللي بتناسب الأوركسترا مثل ما هي هلأ، وعملنا أهم الإنجازات. ولكن هلأ آن الأوان نسترد حجم الأوركسترا بمستوى عالي. إلى جانب هالأمر إنجاز آخر قيد التحضير حدثتنا عنه القواس خلال اللقاء. نحن على أبواب تسلم المعهد، مبنى المعهد الجديد اللي هو حيصير إن شاء الله بعد ما كمان نساهم ب إعلاء المناهج التعليمية وتغييرها وتطويرها على المستوى العالمي، إنه يصير هو مركز التخصص الموسيقي بالمنطقة، وبنفس الوقت بوجود لاند مارك مثل هذه أركيتكتشرال ووجود الفيلهارمونيك هولز فيها، حيكون في بيت للأوركسترات كبير ننطلق منه، وكمان نستضيف أهم موسيقيين العالم وأهم أوركسترات العالم لبنان. يعطيكم ألف عافية. قد إيش شايفي في بعد إقبال على المعهد من قبل المواهب الجديدة والشباب اللبناني؟ أنا بتصور إقبال كبير. إذا تابعت يومين اللي عملين ليوم موسيقى العالمي شفت كيف انتشرنا على 18 منطقة بلبنان بأوركسترات أعدادها بالسبعين عازف وكلهم تلاميذ كانوا، وبتشوف قديش في عنا مواهب. عنا 6000 تقريباً 6000 طالب، ويمكن هلأ الخطة اللي عم نمشي فيها حتطور بعض الأعداد وتوسع المجال لأكثر. نحن أهم شيء نشتغل على بناء إنفراستركتشر تأسس لإيكو سيستم موسيقي يكون أحد أعمدة الاقتصاد الموسيقي، ويكون بالتالي الاقتصاد الموسيقي أحد أعمدة الاقتصاد اللي بعيد نهضة لبنان. وبالفعل المواهب الجديدة كتيرة، والمعهد عم يلعب دور واضح بتطويرها وصقلها. اهتمام هبة القواس الكبير بالمعهد وتطويره والإشراف على أداء تفاصيله أبعد إلى حد ما عن إنتاجاتها الفنية الخاصة. دايما بشوفك بالسفرات ومن بلد لبلد عم تتعبي كمال المعهد، يعطيكي ألف عافية، ولكن هالشيء عم بيخذلنا من وقتك لتقدمي لنا فنك الحلو. أنا من الناس اللي بتبعوكي بحبوا الأغاني اللي كنت تقدميها والفن اللي تقدميه، بحبك لأني أحيا من أحلى الألبومات بالنسبة لي. اشتقنا لك. في شيء قريب؟ في بس مش عم لاقي وقت اطلقه، لانه خلصت انا كتابه وتسجيل وتصوير اعمال ناطره بس اطلاقه. يمكن لازم تساعدني بركي ساعتها بطلقه. التصوير والتسجيل والتحضير خلص، بس بدي اعمل اللانش. اللانشينج اسهل شيء. صحيح. ما عم لاقي هلا. انا بقول بعد كل المعارك اللي عملتها، هلا ما تسمعوا شو الانجازات اللي صارت، ما صارت هيك. كانت ضمن كنا قاعدين بالموج، يعني كان في صعوبات كثير،
فهلا من هلا ورايح يمكن بصير فينا نقدر نقسم سرقك بيني المعهد. وبين المعهد سرقك المعهد ان شاء الله بنصير بنعطي بعض مش بس البوم حلو بتصور ان شاء الله بتركها لك انت مزوق بالموسيقى عبدتك. يمكن لازم غششك قطع ما طلعت وتقول لي رايك يلا بهالطريقه شكرا ثانك يو لك شكرا. شكرا يا هبه على هاللقاء وكلنا بنشكرك على جهودك بالكونسرفاتوار الوطني وناطرين نسمع جديدك باقرب وقت